أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم وفي أبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، السلطنة تساعد في نقل شحنة من الماء الثقيل إلى خارج إيران لضمان سريان الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1. الإعلان عن إنشاء أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة باستثمارات تتجاوز 100 مليون ريال عماني. بدء الأعمال الإنشائية لمباني المسافرين والشحن والملاحة الجوية بمطار الدقم. أهلا بكم إلى التفاصيل. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لتلبية التماس الحكومتين الإيرانية والأمريكية المساعدة في نقل شحنة من الماء الثقيل إلى خارج إيران لضمان سريان الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومجموعة 5+1 في الموعد المحدد. فقد قامت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع الجانبين الإيراني والأمريكي بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لإخراج الشحنة من إيران تنفيذا لما نص عليه الاتفاق النووي. الجدير بالذكر أن الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 ينص على أن لا يتجاوز مخزون إيران من الماء الثقيل عن 130 طنة، وعليها التصرف فيما يفوق هذه الكمية خلال 15 سنة المقبلة بعرضها للبيع في السوق الدولية. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، والتي بدأت أعمالها اليوم. وتجمع هذه القمة العالمية قيادات الحكومات والفكر وصانعي السياسات وقيادات القطاع الخاص، ويشارك بها أكثر من 3000 مشارك من 125 دولة. إنشاء أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة بتكلفة إجمالية تقدر بمئة مليون ريال عماني، هذا ما كشفت عنه شركة سندان للتطوير في مؤتمر صحفي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الصناعة. المشروع يقام في منطقة حلبان على مساحة تصل إلى 250,000 متر مربع، وتحتوي المدينة المتكاملة على أكبر تجمع لمعارض السيارات بالسلطنة، إضافة إلى 2200 ورشة، كما أنها توفر مستشفى ومطاعم. ومن المتوقع انطلاق الأشغال في المشروع منتصف العام الجاري واكتماله في منتصف عام 2018. تعتبر مدينة سندان مهمة جدا في المرحلة الحالية في السلطنة، لأن نحن متوجهين إلى دعم القطاع المتوسط والصغير، وهذه المدينة كل الوحدات اللي موجودة فيها صممت لتخدم هذا القطاع، المحلات كلها صممت لتخدم القطاع الصغير والمتوسط، فعندنا مساحات واسعة، المحلات كلها معدل المساحة في كل محل أو كل ورشة 3 أضعاف معدل الورش الموجودة في منطقة المعبيلة وسق سوق، وهم أقرب منطقتين صناعيتين للمشروع. نتوقع أن هذا المشروع يخدم الاقتصاد في البلد في الفترة القادمة، لأنه راح ينمي الحركة الصناعية في السلطنة، راح يعطي دافع قوي للعديد من الشباب العمانيين اللي يرغبوا في دخول المجال الصناعات الخفيفة، ويوفر لهم بيئة عملية مناسبة جدا. تزامنا مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة، افتتحت المدينة العمالية النموذجية في واحة المعرفة بمنطقة الرسيل الصناعية. كما تم افتتاح مبنى الخدمات الذي تم تطويره ب5.5 مليون ريال عماني بمساحة إجمالية بلغت 16,000 متر مربع. رعى حفل الافتتاح مع الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة. مدينة عمالية نموذجية تم تصميمها وفق المعايير الدولية في مجال الصحة والسلامة العامة لتلبية احتياجات الشركات العاملة بمنطقة الرسيل الصناعية من خدمات السكن الملائم لعاملها، تجسدت في قرية الراحة التي احتفل بافتتاحها في واحة المعرفة مسقط تزامنا مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة.
هذا المشروع واحد من مشاريع شموخ العديدة اللي راح تنفذ. المشروع هو عبارة عن 25 مبنى لتقديم خدمات السكن للعمال القاطنين في منطقة الرسيل الصناعية والمناطق المجاورة لها. المشروع عبارة عن 10 مباني كمرحلة أولى، والمباني الثانية في المرحلة الثانية والثالثة. كما احتفل أيضا بافتتاح مبنى الخدمات والذي تم تطويره ب5.5 مليون ريال عماني بمساحة إجمالية بلغت 16,000 متر مربع، خصص منها 10,000 متر مربع كمساحة إيجارية تم توفيرها لتقديم مختلف المرافق للعاملين في حرم الواحة. كما يشمل مبنى مرافق وخدمات مختلفة مثل الخدمات البنكية ووكالة سفريات ومقاه ومتجر للمواد الغذائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى المطاعم العالمية. رؤية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من خلال الاستراتيجية التي تم اعتمادها خلال الخطة الخمسية السابعة يتم تنفيذها حاليا من خلال توفير كافة الخدمات في المناطق الصناعية من مأوى وكذلك بعض الخدمات الأخرى التي يحتاجها سواء كان المستثمر أو المقيم فيها. شركة شموخ للاستثمار والخدمات، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، ستقوم بتطوير العديد من المشاريع والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال عماني، منها المناطق السكنية كإحدى المشاريع بالمنطقة الصناعية بالرسيل وواحة المعرفة مسقط ومنطقة نزوة الصناعية ومنطقة صحارى الصناعية ومنطقة البريم الصناعية ومنطقة سمائل الصناعية، وذلك لإيجاد فرص استثمارية وشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الإمكانيات في تحقيق احتياجات المناطق الصناعية بالسلطنة من البنية الأساسية الصناعية. الخطة الخمسية الثامنة بها مشروعات يصل عددها إلى 1500 مشروع بحجم استثمار يصل إلى 1,800 مليون ريال عماني. جاء ذلك في تصريح لهلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. الخطة الخمسية الثامنة فيها معدلات نمو عالية، بها مشاريع وصلت إجمالي المشاريع اليوم نتكلم عن 1500 مشروع معظمها تم توطينها في الخطة الخمسية الثامنة بمقدار حجم استثمار في حدود 1,800 مليون ريال عماني. عندما نتحدث عن تنفيذ هذه المشاريع وحجم العمالة اللي موجودة فيها، نحن نتكلم عن مشاريع تم تنفيذها حسب البرامج المعمول لها من قبل المستثمرين، فنتكلم عن أكثر من 250 مشروع يتم تنفيذه في الوقت الحالي، وهذا سيعمل على تشغيل أكثر من 5,000 عماني خلال الفترة الحالية، ونتكلم بين 2016 و2017 و2018. نحن نتكلم عن 3 سنوات بمعدل لا يقل عن 11,000 عامل عماني، هذا الحد الأدنى اللي أقول فيه. أعلنت وزارة النقل والاتصالات البدء في الأعمال الإنشائية في الحزمة الثالثة من مشروع مطار الدقم، وتشتمل الأعمال على مبنى للمسافرين وتقدر مساحته الإجمالية ب5,600 متر مربع وبطاقة استيعابية تقدر ب500,000 مسافر سنوية. ويضم المبنى طابقا أرضيا للخدمات لتلبية احتياجات المسافرين الضرورية، ويضم أيضا 4 جسور تربط بين مبنى المسافرين والطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مجمع الملاحة الجوية وتنفيذ مبنى للشحن الجوي بطاقة استيعابية تبلغ 25,000 طن سنوية. فترتنا الإخبارية مستمرة من مركز الأخبار وتتابعون فيها بعد الفاصل. ضمن مشروع خليج سوليا السياحي الاحتفال بافتتاح فندق فنار بمحافظة ظفار. قدرات كبيرة،
بإمكانهم تعليمكم الكثير، وعندما تقدمون لهم البداية الصحيحة يصبحون أفضل وأفضل. مع جبنة أبو الولد أطلقي إمكانيات صغارك. أهلا بكم من جديد. بحث تعزيز التعاون الثنائي واستعراض مسيرة العلاقات الطيبة كانت في صلب محادثات مع علي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، مع معالي أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا. كما تم خلال اللقاء بحث مجمل القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتي الدفاع بالسلطنة وجمهورية الهند الصديقة اجتماعها بمسقط، حيث تم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والتي تنصب في مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون العسكري القائم وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين. ترأس الاجتماع من جانب السلطنة محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، ومن الجانب الهندي سعادة جي موهان كومار وكيل وزارة الدفاع بجمهورية الهند الصديقة. بمشاركة 20 دولة افتتح اليوم المؤتمر التقني الإقليمي لمناطق آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي، والذي يهدف لتبادل المعلومات بين البلدان المشاركة في مجال الوقاية. المؤتمر يأتي بتنظيم من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان بالتعاون مع الجهات الطبية بالسلطنة. رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. الحد من المضاعفات الصحية التي يتعرض لها المرضى أثناء تلقيهم للعلاجات والجراحات أبرز ما يتعرض له مؤتمر سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية. في أي مداخلات صحية سواء جراحية أو علاجية هناك بعض المضاعفات. الهدف من هذا المؤتمر هو الحد من المضاعفات التي يتعرض لها المرضى أثناء وجودهم في المؤسسات الصحية. ويأتي اختيار السلطنة لعقد المؤتمر تقديرا لجهودها في مجال الرعاية الصحية وجودتها في الجوانب العلاجية والجراحية، وهو الجانب الذي أشادت به الكثير من المنظمات والهيئات الطبية العالمية المتخصصة. هذا المؤتمر مهم لأنه يحتضن 4 أقاليم من أصل 10 أقاليم، وهي أفريقيا وجنوب آسيا وغرب الباسيفيك وغرب المتوسط، للتشارك في خبرات كل هذه الدول التي تعتبر الجودة والسلامة تحديا فيها، حيث أن المرضى لا يتألمون من الأمراض بل بسبب نوع العناية التي يتلقونها. ويؤمل أن يحقق المؤتمر الكثير من الأهداف في مجال تبادل المعلومات بشأن المبادرات المحلية والتي ستعزز من سلامة المرضى في المؤسسات الطبية. أتوقع أن الحضور في هذا المؤتمر سيكتسبون المعرفة والجودة والسلامة لتطبيقها في بلدانهم. ويواصل المؤتمر فعالياته وجلساته النقاشية حتى 10 فبراير الجاري. يأمل القائمون على المشاورة التقنية الإقليمية إلى المشاركة في أفضل الطرق لرصد مستويات سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات الصحية. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط. لم تسجل أي حالة لفيروس زيكا بالسلطنة أو منطقة الشرق الأوسط، هذا ما أكده معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. كما أكد معاليه استعداد كافة المؤسسات الصحية العاملة بالسلطنة للتعامل مع أي فيروس.
إلى الآن لم تسجل حالة مؤكدة في منطقة إقليم شرق المتوسط، وهذا الإقليم هو من ضمنه سلطنة عمان، ولكن لابد من الحيطة والحذر، لابد من توخي الحيطة للاستعداد لوصول هذا الفيروس إذا لا سمح الله ووصل إلى إقليمنا. السلطنة لديها المختبرات على استعداد بالتنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمجابهة هذا المرض. بطاقة استيعابية تبلغ 218 غرفة فندقية افتتح فندق فنار في محافظة ظفار. الفندق يقع في مشروع خليج سوليا السياحي والمتضمن 7 فنادق، تم إنجاز 3 منها. رعى حفل الافتتاح معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار. نظرا لما تتمتع به السلطنة من تنوع سياحي كبير ببيئاتها المختلفة والتي تجعلها وجهة سياحية مهمة على خريطة السياحة العالمية، يتهافت المستثمرون إليها لإقامة مشاريعهم السياحية المختلفة. افتتاح هذا الفندق والفنادق الأخرى القادمة إن شاء الله في المنطقة، هذه تعتبر إضافات جيدة للسياحة في المحافظة، خصوصا يعني قبل بداية الخريف، والحمد لله انه في عندنا فترة كافية على اساس التحضير، وبالتالي يعني استعدادات جيدة تكون لموسم خريف قادم. الان بإضافة عدد لا بأس به من الغرف في هذه المنطقة، يمكن يكون اكثر من 700 غرفة في الفنادق اللي متوفرة 3 في هذه المنطقة، وهذه شيء إضافة جيدة. ما ان تطى اقدامك عزيزي الزائر منتجع شاطئ صلالة بمحافظة ظفار حتى تستوقفك هذه الصروح السياحية الفاخرة التي شيدت على ضفاف بحر العرب. هذا الصرح أو الفندق اللي افتتح ودشنا اليوم هو حقيقة إضافة لقطاع السياحة في صلالة. الآن أصبحت عدد الغرف الفندقية في هذا المشروع، مشروع شاطئ صلالة، هي 700 غرفة فندقية. هذه الإضافة طبعا تضيف إلى عدد الغرف الفندقية في صلالة، الآن نتحدث عن حوالي 2700 غرفة فندقية. طبعا الشيء الجميل فيما يتعلق بهذا المشروع هنالك ترويج وتسويق ناجح، فمنذ الافتتاح منذ البداية الإشغال كان عالي جدا، وحديثنا مع القائمين على هذا الفندق يبشر بالخير فيما يتعلق بالترويج، وهنالك ارتفاع في عدد السواح القادمين في فترة الشتاء. افتتاح فندق الفنار ضمن سلسلة الفنادق بشركة موريا التي تستقطب أفواج من السائحين يشكل إضافة أخرى في الخدمات السياحية بالمحافظة. هكذا تحتفل شركة موريا بانتهاء المرحلة الأولى من توسعة فنادقها في محافظة ظفار. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. حاز الادعاء العام على جائزة التطبيقات الذكية الأفضل عربيا لقطاع الهيئات القضائية على المستوى العربي، وقد نال الادعاء درع الحكومة الذكية بالمنطقة العربية في الدورة 7 للمسابقة والتي أقيمت هذا العام في دولة الكويت. وقام الادعاء العام بتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية للمراجعين، منها تقديم الشكاوى إلكترونيا ودفع غرامات الحق العام وإمكانية الاستفسار عن القضايا. تزامنا مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة العماني الذي يصادف 9 فبراير من كل عام، افتتح معرض المنتجات العمانية للمصانع القائمة في ولاية صلالة. المعرض يؤكد على أهمية الصناعات المحلية باعتبارها رافدا ومساهما مهما في الاقتصاد الوطني.
النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. بناء على الأوامر السامية، السلطنة تساعد في نقل شحنة من الماء الثقيل إلى خارج إيران لضمان سريان الاتفاق النووي بين طهران ومجموعة 5+1. الإعلان عن إنشاء أول مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة في السلطنة باستثمارات تتجاوز 200 مليون ريال عماني. بدء الأعمال الإنشائية لمباني المسافرين والشحن والملاحة الجوية بمطار الدقم. فترتنا الإخبارية انتهت، شكرا لكرم متابعتكم، هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.